كيف ينظر إلى مستقبل الواقع الإنساني في العراق في ظل صراع الأجندات؟ وكيف هو واقع الإنسان العراقي في ظل صناعة الحروب والأزمات في هذا البلد؟ ومن المستفيد من تدهور الواقع الإنساني في العراق وتحطيم فرص النهوض فيه؟ يأتيكم في برنامج تحت الضوء بعنوان مستقبل الواقع الإنساني العراقي في ظل صراع الأجندات.